حفل توقيع الكتاب ديالي الثالث الوحدة الترابية قضية المغاربة الأولى، كان بحضور أساتذة جامعيين سي الشرقاوي والسي الخمري وبحضور سيد العميد الكلية سي شادي اللي كنشكره جزيل الشكر على هذه المبادرة هذه، وكان حضور ديال طلبة وطالبات وأساتذة اللي حاولنا ما أمكن نناقشوا هذا الكتاب هذا. فطبيعة الحال كان عندنا الكتاب اللي سبق لي شرت له المحتوى ديالو اللي كيتكلم على التفاصيل دقيقة لملف الصحراء المغربية، وكيتكلم على كرونولوجيا ديال الملف الصحراء لحد الساعة هذه، وكيتكلم على بالإضافة إلى ذلك إلى شهادة حية ديال مجموعة ديال المدنيين والعسكريين اللي تم احتجاجهم بتندوف لمدة قد تصل إلى 25 سنة. كما تحدثت عن سبتوم ليليا وفي الشمال والجزر، وأكدت على أنه خصنا يتم إحداث جهة 13 باش تضم هاد سبتوم ليليا، لأن التقسيم الترابي الآن ما فيش سبتوم ليليا والجزر، ولو نديروا لها والي صوري في طنجة ولا في الرباط. تحدثت كذلك عن الجزائر وكيفاش المغاربة الطيبين معها وكيدعموا منذ فجر الاستقلال وحتى الآن، وكيفاش كان دائما كيكون الرد خيب بداية إلى تذكرته من بعد المسيرة، فاش رجعنا وحررنا الصحراء بشي أسبوعين فكانوا طردوا 350 ألف ديال المواطنين المغاربة اللي كانوا كيشكلوا 45 ألف أسرة، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعني انهبوهم وخذوا لهم فلوسهم. الآن هم يصارعون الزمن باش يفشلوا لنا الملف ديالنا ديال الصحراء، وحنا عارفين على أن الصحراء مغربية وما يمكنشنا غنتنازلوا. كنطالبوهم من خلال هذا الكتاب على أن تندوف وبشار هما أراضي مغربية وخاصة ترجع للمغرب، وهي اللي كانت سبب حرب الرمال في ذاك في واحد الوقت فاش كان فرنسا عيطت لمحمد الخامس باش يجلسوا ويعاودوا يجدوا الخرائط. محمد الخامس قال لهم غير سيروا احنا بيناتنا الا انه الاطماع ديال الجزائريين هي اللي خلات الوضع يبقى كما هو عليه ويستمر الحقد ديال هاد النظام. اما الشعب راه الشعب الشقيق ما عندناش معاه مشكل. طبعا هذا حفل توقيع كتاب الوحده الترابيه قضيه المغاربه الاولى الاستاذ شهيب الحمراوي، وهو استاذ وصحفي. طبعا هذا الكتاب هو محاولة للحديث عن القضية الأولى للمغرب، قضية الصحراء المغربية، من خلال واحد السرد كرونولوجي والانطلاق من حدث مهم وحدث المسيرة الخضراء. طبعا الكتاب حاول أنه يعني يعرض واحد عدد من التفاصيل المرتبطة بهذا الحدث من معطيات رقمية ويعني جوانب غير معروفة عند عامة الناس، وانطلق طبعا من واحد تقرير اللي كان تقدم امام المغفور له الحسن الثاني لاحد الجنرالات المكلفه بكلف تدبير هذاك الحدث حينها من الناحيه اللوجستيه. فكليه الحقوق المحمديه ارتأت انها تنظم هذا الحفل توقيع الكتاب بحضور يعني اساتذه وطلبه ماستر العلوم السياسيه والتواصل السياسي. فطبعا اللقاء كان غني وغني بعدد من المداخلات القيمه في هذا الاتجاه هذا.